سلام البنات، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة كالعادة. مرحبا بكم في قناتي صوفي هوم، ومرحبا بكم في وصفة جديدة. وصفة اليوم هي عبارة عن الفلفلة ومطيشة معمرين بالروز والكفتة ديال العدعند بمذاق الحوت. صراحة كتجي بنينة بنينة بزاف، وشكلها كيجي رائع، وكنقدروا نقدموها مع بزاف ديال الوصفات. ما نطولش عليكم وندوزو المكونات. بالنسبة للمكونات كنحتاجو البصلة اللي قطعتها من المربعات صغيرة في لاطاي مويان، ما تكونش كبيرة بزاف. كنحتاجو 250 غرام ديال الكفتة ديال العدند، تقدروا تعوضوها بأي حاجة بغيتو، الكفتة ديال الدجاج ولا الكفتة ديال اللحم. كنحتاجو بالنسبة للتوابل شوية ديال الملحة، شوية ديال التحميرة، شوية ديال الإبزار، شوية ديال سكينجبير، ومعلقة كبيرة شوية ديال توابل الحوت اللي كناخذوهم من عند ماشي العطارة، ولكن اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات، وورقة سيدنا موسى. كنحتاجو ايضا شويه ديال القزبر ومعدنوس، ونصف حامضه مصيره، وشويه الهريسه، كيبقى الحرور اختياري على حسب الذوق. انا هنايا عندي درت جوج كيسان ديال الروز العادي، ماشي الصفر، وسلقته في شويه ديال الماء وورقة سيدنا موسى. ماشي سلقتهم بزاف، ولكن بقى شاد في راسو، طاب غير نص طيبه. وبالطبع كنحتاجو الفلفله، انا اختاريت هذه الحمراء وهاد الليمونيه، نتوما تقدروا تختاروا الخضراء اولا الصفراء، راه فيهم بزاف ديال الانواع. وبالطبع المطيشه اللي حتى هي غادي نعمروها. اول حاجه غادي نحضروا الحشوه ديالنا. اول حاجه لتحضير الحشوه كنوضعوا البصله اللي قطعنا مربعات صغيره، نضيفوا ليها شويه ديال الزيت لا تشحر لنا فيه البصله، ونحاولوا نخليو البصله حتى تشحر شويه، عاد نضيفوا عليها الكفته ديال لادانت. من بعد ما تشحرات البصله ديالنا، نضيفوا عليها الكفته ديال لادانت، على هذا الشكل هذا. ونضيفوا باقي التوابل، يعني غادي نضيفوا ورقه سيدنا موسى، التوابل ديال الحوت، كنجبير، ملح، خرقوم، عفوا التحميره. انا هنا نسيت ما قلت لكمش انني غادي نضيف توم غبرة، صراحة كيعطي اللذة بنينة بزاف. تقدروا ولا ما عندكمش متوفر تعوضوه بالثوم العادي. وغادي نخليو الحشوة ديالنا حتى طيب مزيان، ونضيفو عليها القزبر ومع النص والحرور. من بعد ما طاب لاداند ديالنا، غادي ندخلو عليه العافية، ونضيفو الحامض المصير و الحرور كيما سبق ليا وقلت، كيبقى اختياري، غير هو صراحة كيضيف نسمة بنينة للشرمولة الحشوة. عفوا، نضيف عليه القزبر ومع النص، وغادي نحرك الحشوة مزيان حتى يندمجو باقي المكونات. غادي نضيف عليها دابا الروز اللي كما سبق ليا وقلت سلقتو نص سلقة مع شوية ديال الملحة وورقة سيدنا موسى.
كيف ما كتلاحظوا ندمجوا، من بعد ما ندمجوا المكونات انا نخلي الحشوه حتى تبرد باش نعمر بها الفلفله. من بعد ما بردت لنا الحشوه دابا غادي نوجدوا الفلفله ديالنا. اولا انا اختاريت هذه الصينيه اللي كتدخل الفرن، هذه تقدروا تختاروا اي وحده متوفره عندكم في البيت. اول حاجه خصنا، انا بالنسبه ليا غادي نقطعها من النص لانها كبيره بزاف، تقدروا الا كان اصغر منها يعني تحيدوا لها غير هاد الراس الفوقاني وتعمروها على هذا الشكل. انا خويوها من هاد البذور هذه على هاد الشكل هذا. كيف ما كتلاحظوا خليت لها هاد الراس الفوقاني وخويتها من البذور وشويه من هادو اللي كيكونوا في الجناب باش يعطيونا مساحه اكبر فين نديروا العماره. انا غنكمل نفس العمليه للفلفله اللي بقات لي، تقدروا ديروا هاد العمليه غير بيديكم ما تحتاجوش الموس. كيف ما كتلاحظوا خوينا مزيان الفلفلات ديالنا. دابا غادي ندوزو المطيشه. انا المطيشه خويتها على هذا الشكل هذا. انا غادي ندير لكم وحده باش تعرفوا الطريقه، صراحه طريقه سهله. من الاحسن تختاروا مطيشه اللي تكون شويه قاصحه ما تكونش رطبه باش تجيكم سهله. نحاولوا نفرغوا الداخل ديال المطيشه بالموس او بالمعلقه باش تجينا سهله. كيف ما كتلاحظوا راح نخويناها تجي طريقه سهله. انا غادي نكمل هاد الماتيشات ديالي بنفس الطريقه. من بعد ما خويت الفلفله وماطيشه انا غادي ندهنهم هنا بشويه ديال الزيت باش يتحمروا ليا في الفران غير من برا، ماشي ما تدهنوهمش من الداخل على هذا الشكل هذا. من بعد ما دهناهم غادي نعمروهم دابا بالحشوه. على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا نعمروهم مزيان. نزينهم انا هنايا بشويه ديال الفرماج. نعاود لكم وحده اخرى باش يبان لكم كيفاش كندير. هي طريقه سهله ما كتحتاجش الصراحه للشرح. كما كتلاحظوا نضيف الفرماج، صراحه شكلها كيجي هائل ولذيذ لذيذ بزاف. نكمل نفس العمليه الباقي الفلفله ومطيشه. من بعد ما انتهيت من التزيين ديال الفلفله ديالي وماطيشه غادي ندخلهم الفران كما سبق ليا وكنقول دائما يكون سخون مزيان في درجه ما بين 180 و 200 حتى يطيب لنا الفلفله ديالنا. من بعد ما طابت الفلفله وماطيشه ديالنا تيجيو على هذا الشكل هذا، خليتهم حتى بردوا. كنتمنى وصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما تنساوش الضغط على زر الاعجاب وتبارطاجيوها مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. اللي باقي ما اشتركش يشترك بالضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس باش يصلوا كاع الجديد ديالي. والى اللقاء في وصفة جديدة ان شاء الله.